ايوه يا استاذ جلال، ممكن تيجي لي البيت النهارده؟ لا ماليش مزاج اروح المكتب، من فضلك تعالى لي البيت، في موضوع مهم عايزك فيه. يعني شفت المسج وما ردتيش، يبقى اسمه ايه ده؟ كلميني اول ما تبدي. باي. أنا آسف اقتحمت بيتك من غير سابق إنذار، بس كان لازم أعتذرلك عن اللي حصل في مكتبك. اتفضلي. معلش يا ريت تنسي الموقف البايخ اللي حصل. أميرة تعالي من فضلك. أوكي. سوري يا روحي، مشغولة شوية وهخلص وأكلمك. على فكرة أنت كمان وحشني. وصلت الدالي يا عبد الرحمن؟ لسه بس هوصل لها. الكارت ده جه إمتى؟ ده جالك يوم وفاة لوجة الله يرحمها. طب اتفضل انت يا امير. انت البوب؟ ايوه اللي شغال مع عماد القط. بالظبط كده. فين الراجل ده؟ غطسان بقاله شويه. هو أنا معرفش. طب هو مغير نمر تليفونه؟ يمكن. إزاي أنتوا مش شغالين مع بعض؟ لا أنا كنت شغال معاه. المفروض نديم باشا مستنيني دلوقتي وفي ميعاد ما بيننا. هو أنت كل مواعيدك كده مش عارفاها؟ وللأسف كل مواعيدي معاه بتبقى حاجة خاصة بيني وبينه. طب ثانية واحدة أتأكد. اتفضلي. مستر نديم؟ البوب هنا وبيقول ان عنده ميعاد. اوكي. اهلا. اهلا بيك يا باشا. استعد يا بطل المرحله اللي جايه بتاعتك. خدامك يا باشا. ايه حكايه مراتي دي؟ ولا حاجه يا باشا، هي فضلت تدور عليه كام يوم، ولما معرفتش توصل لحاجة بلغت البوليس. وبعدين؟ ولا حاجة. جه البوليس ودور في كل حتة بيروح، وسأل كل الناس اللي يعرفوه، وفي الآخر بلح. والمكان اللي كان موجود فيه؟ دخلوه يا باشا، وزي ما دخلوا زي ما خرجوا. وشلت كل اللبس وكل الحاجات؟ اطمن يا باشا، المكان اتنظف من يوميها، ما خليتش فيه الهوا. والمحلول اللي سيادتك ادتهولي رشيته على الجس، وتاني يوم الصبح رحت اطمن عليها ما لقيتش غير شويه عظم يا باشا. وعلى بال ما مسحت البصمات وشلت كل حاجه كانت في طريقي، لقيت لك شويه العظم دابوا. قال لي يا باشا المحلول ده بيتباع فين؟
يعني عشان هتجوز بنتي تتاخد مني؟ للأسف هو ده اللي هيحصل، هو ده القانون يا مدام ملك، وأنا ما ينفعش أخدعك ولا أضحك عليكي وأقول لك إن إحنا هنكسب القضية دي، بالعكس القضية دي خسرانة. يعني عشان بنتي تفضل معايا ما اتجوزش، إنما رافق في السر ماشي، أتجوز عرفي برضو ماشي، لكن أتجوز كده قدام الناس زي الناس المحترمة؟ طليق ياخد مني البنت وهو عادي بقى يتجوز ما يتجوزش براحته. لا مش براحته قوي يعني، القانون 25 لسنة 29 المعدل بسنة 2005 كان واضح وصريح في موضوع شروط الحضانة دي، يعني مثلا لو مامة حضرتك كانت عايشة الله يرحمها كنا ممكن نرفع دعوة باسمها ونطلب حضانة البنت ليها، وكنا ممكن نقول إن الأب متجوز واحدة تانية وإن مرات الأب غير أمينة على حضانة البنت. طب أستاذ جلال، هو مفيش حاجة تاني ممكن نستغلها ضده في المحكمة؟ بنتي بتتعارك وعايزة عناية ورعاية وتاخد كيماوي، وده ممكن يبقى مش لمصلحته، ممكن أستغله ضده. يا مدام ملك اسمعي مني، القضية دي خسرانة خسرانة، ده كفاية إنه ممكن يستغل إن أنت سيدة أعمال وما أنتش فاضية لها، ويا سلام بقى لو معاه محامي عقر واستغل موضوع مريم واللي حصل لها مع الليسي وقال إن ده مش مستبعد إنه يحصل مع البنت. طب إيه الحل؟ هو في حل واحد، إنك تقعدي مع طليقك وتحاولي تحلوها بشكل ودي. ودي؟ أنت تاني؟ هو أنت مفيش حاجة بتتحل معاك غير ودي؟ أمال أنت عايزاني أقولك إيه؟ عايزاني أخدعك وأقولك يلا ندوس في القضية للآخر وأجر منك مصاريف وأتعاب وإجراءات ومذكرات عمالة تتكتب وفي الآخر نخسر القضية وأرجع أقولك ما تقلقيش لسه في استئناف ونقط؟ لا مدام ملك، أنا ضميري المهني ما يسمحليش إن أنا أعمل معاك أنت كده بالذات. طب يا أستاذ جلال قولي أعمل إيه دلوقتي؟ أتصرف إزاي؟ هو الحل الودي، مفيش غيره. طب وافرض ما وافقش؟ يبقى هياخد رنا. ودي حاجة مستحيلة هتحصل. خلاص يبقى بلاها جواز. أصل الدكتور حازم راجل محترم، دكتور في الجامعة، له صايع وله بلطجي وسمعته زي الفل، ده حتى ما عندوش أي فضايح نقدر نستغلها ضده علشان نكسب القضية دي. ما خلاص بقى يا وسام، بلاش فضايح. فضايح؟ وانت لسه شفت فضايح؟ اوه، هنفضل على الحال ده كتير؟ انا بقى لي 4 ساعات بفاهم فيكي ومش عايزه تفهمي. افهم ايه ولا ايه ولا ايه؟ ايوه يا عمي، مين ده؟ ايه هر اسود؟ انا وسام، انت مسحت نمرتي ولا ايه يا عمي؟ بالذمه مش عيب اللي انت بتعمليه ده؟ عيب؟ وانت اللي زيك يعرف العيب ولا حد علمه ايه هو العيب؟ مش انت يا عمي طبعا، ده الندل اللي انا متجوزاه. احترمي نفسك يا وسام بدل ما امد ايدي عليك. لا يا شيخ، والنبي لا توريني هتمد ايدك عليا ازاي. ايوه يا عمي، بقول لك انا كلمت خالي فرج وجدي صلاح وابو اشرف، جايين لي ليلادي البيت هنا عشان هتطلق. لا ابقى احكي لك بعدين اما تيجي، ما تتاخرش مستنياك. اوعى تنسى تجيب القايمه اللي الدكتور مضى عليها وانت جاي. كان يوم اسود يوم ما اتجوزت، يا ريتني سمعت كلامك. يلا سلام. انت فاكراني عيل صغير هتهدد باهلك؟ لا سيد الرجاله، عايزه بقى اشوف الليله دي هتسد معاهم ازاي. وديني وما اعبد يا حازم، لفرج الخلق عليك واخليك عبره لمن يعتبر قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. ما تخلصي بقى يا وسام. بتعمل عليا انا ذكر، والتانيه اللي بتديك على نفوخك بالجزمه بتوطي تبوس رجلها عشان ترجع لك. قلت لك ما حصلش. ليه يا شيخ؟ المفروض ان انا كدب عينيا واصدقك انت. هي ايه؟ طنط كانت محجبه والدبوس وقع منها فانت وطيت تجيبه لها. سعي اوسع ايه؟ رايح فين؟ هي وكلام غير بواب. بقول لك وسعي. ما انتش نازل يا حازم غير اما اهلي يجوا وتطلقني. وانا مش محتاج اهلك يجوا عشان يطلقك يا اختي. انت طالي يا وسام. انت في كليه اداب قسم اجتماع وتكون شمال. وجابها لك منين دي يا ملك؟ طب خلاص اهدي اهدي اهدي، هتصرف خلاص. والله حاضر هتصرف النهارده بالليل. حاضر اوكي، يلا باي باي.
بنت في كلية آداب قسم اجتماع وتكون شمال ويبقى عندها استعداد انها تقبض عشان تعملين اللي احنا عايزينه. فالزورة دي هي اللي كانت بتتكلم؟ ايوه. ويا ترى بقى قلت لها اللي رامي قاله لك ولا لا؟ قصدك حكاية الليسي؟ هو كان قال لك حاجة تانية غير دي ولا ايه؟ لا هي ما ادتنيش الحقيقة فرصة اتكلم لأنها شايطة على الآخر. يا حرام. يعني هي شايطة ما ادتكيش فرصة ولا أنت اللي مش عايزة تقولي لها؟ تفرق برضه. للمرة التانية؟ ما أقولهاش ليه؟ ده أنت غريب صحيح ما بتفهمش؟ هي لما تيجي أنا هقول لها. بس تهدى الأول. اهدي أنت يا ماما كده. هدي شعورك كده، اهدي كده. طيب على العموم قولي لها بقى إن أنا رايح لرامي. تنسيش تقولي لها ده. خلاص؟ يلا. باي باي. بجد إن أنت ما عندكش دم؟ يعني هي تلاقيها منين ولا منين؟ مش كفاية عليها عمها اللي مطلع عينها؟ هي ناقصاك أنت كمان؟ يا عيني أنت دايماً قلبك عليها. خدي يا حبيبتي بصي دول شوية نعناع، هدي بيهم أعصابك كده، وخدي وراهم قرصين مهدي، ها؟ وتسلي في دي يا حبيبتي، ها؟ مش عايزة. تعالي. اتفضلي يا حبيبتي، خش. بيتك ومطرحك. ايه ده؟ اتأخرتوا كده ليه؟ والله احنا بعد ما خلصنا الشهر العقاري يا نادية لفينا كده على شوية بنوك عشان نطمن على حسابنا. واطمنتوا؟ أبدا. اسكتي يا نادية، اعتبري حكاية معقدة ومعقربة ومحتاجة يجي 100 مكتب محاسب. أقطع دراعي، إما كانت أختها هي عاملة الحكاية دي بقصد. جالي كلامي؟ قلت لهاش أنا حاجة؟ والله يا نادية كأنك سامعاني وأنا بقول لها نفس الكلام. أختك دي مش هتورد على جنة أبدا. الله، اتوقف ليه يا حبيبتي؟ ما تتفضلي تقعدي، اتفضلي. انت محتاجه حد يقول لك اتفضلي ايه يا حبيبتي؟ هو انت هنا؟ يا اخويا تعالى ارحمني من الزحمه وسوق بدالي شويه. يعني انت مش عارف انها جابتني على ملا وشي؟ انا؟ لا امي، امي يا ناديه ما انا عارفك. شوف الراجل كانه ما قاليش حاجه. ولا اعرفك. دي تاني مره. معلش. ازيك يا مريم؟ عامله ايه؟ معلش انا اسف، انا لازم امشي والله، جايبني كده من شغلي ست. شغلي ايه؟ انا بصفي فاهم انت بتشتغل ايه؟ هو ايه كل ما اشوف وشي تقول لي شغل شغل؟ اقعد، ده انا محتاجك، عندي ليك مفاجأة كبيرة قوي قوي قوي. ربنا يستر. ايه ده؟ تليفونك صح؟ ليه؟ ايوه هي، والله عارف انها هي، عاوز تعرف انت فين وبتعملي ايه؟ سابع مرة تتصل بيها النهاردة. ولا تسألي فيها، خليها بنارها كده. بنارها. ليه؟ بنارها ليه؟ ما نقول لها على المفاجأة الكبيرة. ايه؟ انك لغيت التوكيل؟ هو لغي التوكيل ده المفاجأة؟ لا يا حلوة، المفاجأة الكبيرة قوي 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 ان مريوم حبيبتي حبيبة عمها قررت انها تعيش معانا هنا للأبد. لو النبي. اعملي اللي انت عايزاه يا مريم، وقعدي في المكان اللي يريحك. انت حرة في اللي بتعمليه. انت مش عيلة عشان افضل شايلة همك طول العمر. وكفاية، كفاية قوي عليا المشاكل اللي انا فيها. وبعدين انت مستعجلة على ايه؟ ما انا قريب هسيبها لك مخدرة. ولا انت فاكرة هتجوز في البيت؟ ده انت حتى ما فكرتيش في شكلنا قدام الراجل اللي هتجوزه. وفلوسك اللي انا محافظالك عليها لما تتاخد منك ولا يسرقها عمك اللي عامل لي فيها الصدر الحنين، ما تلوميش الا نفسك، وبيخليه يطلقك من الحيوان اللي انت اتجوزتيه من ورانا. مالك يا ملك؟ ولا حاجه. لا دي بتاعي يا حبيبتي، مشاكل. قولي لي اتفقتي مع البنت على كام؟ انا ما اتكلمتش معاها في اي تفاصيل، انا ما اعرفش انت عايزاه في ايه اصلا. انت متاكده الاول انها اداب؟ لا، هي من ناحيه اداب هي اداب. ما بهزرش يا ماما، انا بتكلم بجد. اداب اجتماع
ولسه بتقولي ان دكتور حازم استاذه؟ طب هاي دخليها لي اوام لو سمحتي. حاضر اوكي. طيب بقولك ايه، هي رنا بتشرب اي جوس ولا في حاجه معينه بتشربها؟ لازم فريش جوس لو سمحتي. طيب نهى معلش انا غلبتك معايا النهارده، اصل الناني بتاعتها ما جاتش النهارده وما كنتش عايزه اسيبها لوحدها فجبتها معايا. دي هي نورت الدنيا. ميرسي يا حبيبتي. ماشي يا مريم. انت متأكدة ان هو ده العنوان؟ دي هايلة. مستر نديم؟ ايوه يا اميرة. عنوان ده ليه يا عبد الرحمن؟ ميرسي. كنت عاوزة اقول لك على حاجة. خير. انا في حاجة عرفتها ولو ما قلتلكش عليها ضميري هيأنبني قوي. قولي على طول يا اميرة. انا عرفت مين اللي بيبعت الحاجات على الانترنت صورك انت وملك. مين؟ هي. هي ملك؟ بكرة الصبح هجيب لك الراجل اللي اديت له فلوس عشان يعمل كده. طيب هاي قولي لي، هو ده الواد محسن ابو قلب؟ الواد الاسمراني ده الرفيع ابو شعر عامل زي هو ده؟ تنفذي. بس الدكتور حازم يعني مالكيش فيه. دكتور حازم مالكيش فيه. طب وتحطيني ليه في مشكلة معاه؟ ده ممكن يستقصدني ويسقط. وماله لما تسقطي لك سنة ب50,000 جنيه؟ هتعملي ايه يعني بالتخرج؟ وبعدين ما انت شغالة اهو زي الفل قشطة. بس كده حرام. طب نخليهم 60 ويبقوا حلال؟ 100 واعملها لك فضيحة بجلاجل. أنا مش عايزة أعمل له فضيحة. هو حتة محضر في الاسم. عرض عليك الامتحان مقابل إنه ينام معاكي وأنت رفضتي. وتجيبي لي رقم المحضر. ويا سلام بقى لو شكوى لعميد الكلية بنفس الكلام اللي في المحضر. بقى تمام. طب مش أحسن لو قلنا إنه اتحرش بيا في مكتبه؟ واجيب لك واحده زميلتي تشهد انها دخلت علينا الاوضه لقيته زانقني في الحيطه وانا بقول له عيب يا دكتور، ما يصحش كده يا دكتور. والله فكره، بس انا مش هزود ولا جنيه. 50 كمان لزميلتي اللي هتشهد معايا. لزميلتك برضو؟ بين البيع والشري ايه؟ بين البيع والشري 60,000 جنيه، ما فيش غيرها. شرفتي. ميرسي. طب يمين تلاتة انا يكون طلقك على ايدي وبكره تشوفي، مدام الموضوع دخل تحدي كده. اهدى يا فهمي، ما تعكننش روحك. امال تعكنش روحي؟ تعكنش روحي يا ناديه بعد ما سمعت تشتكي بودني؟ انا حرامي يا ناديه؟ قالت لي متجوزاني وعارفه، شفتيني بمد ايدي واسرق حد؟ انا حرامي يا ناديه؟ ابوك حرامي يا طارق؟ لا يا بابا انت مش حرامي، بس هي ما قالتلكش انك حرامي يعني. يا ريتني ما خلفتك ولا شفت خلقتك. يا ريتني ما خلفتك. انت قاعد ودانك طرشه ما سمعتش؟ ودانك مسدوده؟ خلاص يا فهمي خلاص، ما تخليش مريم تندم انها سمعتك رساله اللي ما تتسمى. قالت؟ قالت عليه حرامي؟ أنا أخلي مريم تندم؟ أنا؟ ده أنا بعشق مريم، بحب مريم. طب والله وأريك عليها حلفان، أنا لو عندي بنت ما كنت أحبها زي ما بحبك يا مريم، والله يا بنتي. والله بس سمعيه شتمتني إزاي وقالت حرامي، عشان تاني مرة يبقى قاعد مركز ودانه مفتوحة ويسمع شتيمة أبوه بودنه. سمعيه يا بنتي. إعملي اللي أنت عايزاه يا مريم.
واقعدي في المكان اللي يريحك. انت حره في اللي بتعمليه، وفلوسك اللي انا محافظه لك عليها لما تتاخد منك ولا يسرقها عمك اللي عامل لي فيها الصدر الحلو. قالت ايه؟ رشقت وجهك المره دي؟ قالت لك ايه؟ لما عمك يسرقها اللي عامل فيها الصدر الحنين، يعني انا الحرامي ابو صدر حنين، شفته؟ سمعت يا استاذ طارق؟ يبقى ركز وفتح ودانك. بعدين جرى ايه يا فهمي؟ انت هتهدي الواد ولا عايز الواد يشعللك؟ ايوه انا عاوزه يسخن هو يا ناديه. يسخن هو ويسمع شتيمه ابوه. بقول لكم ايه؟ انا الموضوع ده كله كده مش عاجبني. ايه اللي مش عاجبك؟ كل اللي بيحصل ده ليه؟ مش عاجبني. يا سلام، مش عاجبك ليه؟ مش عاجبني. انت رايح فين؟ هقوم، هقوم اغير هدومي وانزل اشم شويه هوا عشان اتخنقت. طبعا اقعد. قومي يا مريم حبيبتي، انت قومي غيري هدومك وانزلي عشان تفك عن نفسك شويه، تلاقيكي قرفانه من كلام اختك اللي قالته لك في الرساله. قومي فك عن نفسك يا حبيبتي. يا ارض احفظي ما عليكي. داري عليا. انت اللي مش داري عليا. ليه كده بس؟ انا مامي. ولا انا. لا 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 لا. ايه ده ايه ده؟ اللي ما جاتش. لا لا لا. لا كنت هدخلها في نفسي. ايه ده؟ ايه ده؟ لا طلعت. جود جامده. لا ورانا كمان جامده. وريني بقى. وريني يا جامد. تعالي انا هشوف لك حل مع البنت دي. طيب قبل ما اشوف حل بس عايزاكي سامع. ايه في ايه؟ عايزاكي في حاجه ضروري قوي. غير ان عمرو مشي وراح عند رامي؟ لا في حاجه تانية. تعالي ليسي. ده اللي سمع رامي لما قابل اميره، ولما سالها عرف ان ليسي عايز يقابل نديم فخري باي شكل من الاشكال، بس هي منفضله. وطبعا رامي اتسحب من لسانه وقال لها ليسي ده يبقى مين؟ مش عارف اذا عمل كده ولا لا. ازاي يعني؟ وينفع رامي مبقاش ابو العريف؟ بصي عشان بس انا مظلموش، احتمال كبير مبقاش قال، لان رامي اصلا ما عندوش معلومات عن الليسي، ده كان هيموت ويعرف فينته معلومه عنه، لحد بقى ما استاذ جلال قال له ان هو جوز اختك. بصراحه يعني انا نفسي اتفاجئت، لاني ما كنتش اعرف ان مريم متجوزه. ما تزعليش مني، سايبينك بيتك ده اكبر غلط انتي عملتيه. انا مش فاهم يعني ايه اللي جد بينك وبين ملك، ولا انتي متضايقه انها هتتجوز ولا ايه؟ والله انا ما بقتش فاهمكم. شيلي شنبك ده، شنبك. مريم اوعي تفتكري اني بقولك كده عشان انا متضايق انك قاعده عندنا في البيت. بالعكس والله، ده بيت عمك يفضل طول عمره مفتوح لك. انا بس مش عاجبني ان الامور توصل بينك وبين ملك للدرجات دي. ما ينفعش تسيبي حد يسخنك على اختك، حتى لو الحد ده
ابن اللذينه. انت قلبتها في الدب ده كله ازاي؟ قول له يا سيدي، قول له قلبت الدب ده كله ازاي؟ بقول لك ايدي ما خدتش في ايدي نص ساعه، ما اعرفش انا الواد ده بيعمل ايه للحريق. يا عم بعمل ايه؟ الحمد لله احمدك واشكر فضلك يا رب. بس المواضيع دي موهبه يا جماعه، تقليب النسوان ده موهبه، وانا الحمد لله ربنا كرمني بالمهمه دي. وطبعا احنا شركة في القصه دي. ليه يا اخويا شركة ليه؟ ايه مش كنت معاك؟ انت كنت معاك تعمل ايه يعني؟ كنت بكلم لك السكرتيره بتاعت نديم فخري. وعلاقه نديم فخري يا حبيبي والسكرتيره بتاعته بموضوع تقليب الولايه؟ انتوا خلاص بقيتوا عصابه ولا ايه؟ يا رب يا سيدي يا رب. انا ليه تكره؟ ليه تكره انه بقى عصابه؟ لا يا حبيبي بس انا براكوا في الموضوع ده. لا ده انت واحده معانا. يا سلام. طب حس كده بقى، دي الكوليه ده دي هديه لماما. استهدي بالله بس اديك الكوليه ايه؟ اديهولك اه. بس الاول يعني خد يا خد يا حبيبي. انزل وزنه عند الجوارب شوف يعمل كام، وانا هديك عليه خصم 50%. يا ابني بلاش احسن تطلع الولايه مبلغه عن شويه الذهب دول. يا ابني مبلغه ايه؟ بقول لك انا رايح لها بكره الصبح. طب انا هاجي معاك اساعد. لا انا زي الفل. اه مش محتاج مساعده. اه يا ابني طبعا محتاج مساعده في بيع الحاجات دي. لما انت جنبي؟ لا والله ما اظنش يا معلم. دي لو راحت بكل الذهب ده عشان تبيعه في اي محل لازم هتتسال عن فاتوره يعني. اه ويوم الراجل قال لها ثانيه يا واحده ومكلم لها بوليس وش. بص انت اسلم حاجه تعمل زي ما كنت بتعمل قبل كده على اللونج ران، حته في حته وفي اماكن مختلفه خلاص. لا بس المره دي ما ينفعش، انا محتاج الفلوس كلها مره واحده. لو قعدت ابيع الحاجات دي على فتره هتاخد فتره طويله ومش هينفع. اه طبعا عشان البي يظبط نفسه عشان يخش على نديم فخري وش. لا انا مش محتاج ادخل على نديم فخري كده، انا محتاج ابهر نديم فخري وانا داخل عليه. يعني لازم الراجل ما يشكش فيها ولو للحظه ويدور ورايا، اي كلمه اقولها له يامن بيها، فلازم يبقى في حاجه لمان كده وانا داخل عليه. هتبيع معانا الحاجة ولا انت غير لا لا خالص. اوكي طيب بقولك ايه، هكلمك تاني يا منى. اه طب اقفلي دلوقتي. طب يلا باي باي باي. ازيك يا رنا؟ انت تعرفني؟ اعرفك طبعا وشفتك كمان قبل كده. انا ما شفتش حضرتك خالص. انت انكل نديم يا رنا؟ ازيك يا رنا؟ مامي بتحكي لي عنك كتير. مامي بتحكي لك عني؟ مالك في مكتبها؟ اوكي ميرسي. مامي ما بتحكيليش غير عنك. انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ لا زملكاويه. اه هنختلف بقى، أنا أهلاوي. إيه ده بجد؟ آه. حضرتك جيت لي المستشفى قبل كده بس أنا كنت نايمة صح؟ صح. صحتك إزاي؟ الحمد لله. I love you. تعرفي إنك جميلة جدا. ميرسي. جدا. مامي على فكرة بتقول لي كلام حلو جدا عنك. كلام حلو؟ ما قالتلكيش إن أنا راجل وحش يعني؟ خالص. هاي يا ملك. هاي ازيك؟ ازيك انت؟ ايه المشكله؟ تمام. لخبطه ضرب من كل حته مش عارفه الاقيها منين ولا منين. رنا هرجع لك. ها اوكي اغلبك. لا انا اللي هكسبك. اوكي موافق. اهلا بنشوف مشاكلك مش كده؟ ما بتخلصش. ازيك يا رنا؟ ازي حضرتك؟ انت تعرفني؟ اعرفك طبعا وشفتك كمان قبل كده. انا ما شفتش حضرتك خالص. انت انكل نديم يا رنا؟ ازيك يا مستر نديم؟ مامي بتحكي لي عنك كتير. مامي بتحكي لك عني؟ مالك في مكتبها؟ اوكي ميرسي. اوكي. مامي ما بتحكيليش غير عنك. بجد؟ انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ لا زملكاويه. اه هنختلف بقى، انا اهلاوي. ايه ده بجد؟ اه. حضرتك جيت لي المستشفى قبل كده بس انا كنت نايمه صح؟ صح. صحتك ازيها؟ الحمد لله. تعرفي انك جميله جدا. ميرسي. جدا. مامي على فكره بتقول لي كلام حلو جدا عنك. كلام حلو؟ ما قالتلكيش ان انا راجل وحش يعني؟ لا خالص. خالص؟ هاي ملك. هاي ازيك؟ ازيك انت؟ ايه المشكله؟ تمام. لخبطه ضرب من كل حته مش عارفه الاقيها منين ولا منين. رنا هرجع لك. ها اوكي اغلبك. لا انا اللي هكسبك. اوكي موافق.
تعالى ما نشوف مشاكل مش كده؟ Everything is still in peace. أنا كئيبة صح؟ قول ما تتكسفش من عارفة نفسي. طب والمصحف أنا كئيبة والمشاكل ورايا مش راضية تسيبني. إيه العبط اللي أنا بسمعه ده؟ ما مش معقول يا نديم كل ما أشوفك أكلمك في مشاكل وأنت تقول لي علي عوض. بقول لك إيه؟ ما تفكك مني. سيبني. أنا لو مكانك هعمل كده. انت ذنبك ايه كل ما اشوفك اكلمك في مشاكل؟ انت عندك اللي مكفيك مش ناقصاني انا. خلصتي؟ لا لسه. طيب انا سامع. نديم انا حبيتك بس انا مش هخلي حبي ده ياثر على علاقتي ببنتي. لو موضوع رنا ده ما ظبطش وحسيت انها ممكن تتاخد مني انا اسفه.
مش هينفع نكمل مع بعض. ما فيش مخلوق في العالم هيجروا ياخدها منك، وطول ما انا موجود ما تقلقيش من اي حاجه، ومش عايز اشوف دموعك دي تاني. ها يعني مع انك بتبقي زي القمر وانت بتعيطي. قالت لك ايه الست بتاعت الضرايب؟ قالت لي انت حلاوتك طحينيه ولا طبيعيه؟ طحينيه بس؟ ده انت كل الحلويات مع بعض. عندك ايه بكره؟ مفيش. لا عندك، انا عامل ايفنت كبير في بيت اللي في القطاميه عشان بمضي عقد جديد، وحابب تكوني موجوده عشان نسافر بقى ال 12. هعدي عليك بكره اخدك معايا وندخل مع بعض عشان اللي ما اتكلمش يتكلم. اوكي؟ مش قلت لك انك مش لوحدك يا حبيبتي؟ انا مش فظيعه، مش ممكن لوحدي والله. امسكي بكره بقى، جهز لي 5 من دول. دان. اوكي، فين الكاش؟ جاي. ايوه كده، ماشي. تومورو دان. مساء الفل يا باشا. ده العنوان بتاع الست اللي هتعرفك رشا هانم فين؟ ده إذا ما كانتش هربانة عندها شخصية. لو في المريخ بعون الله هنجيبها يا باشا. تلاقيها وتحطها في المخزن اللي كانت فيه قبل عماد ما يهربها. هيحصل يا باشا. عملت مع مراته اللي قلت لك عليه؟ اطمن يا باشا. أوامر سعادتك بتتنفذ في التو وفي اللحظة. الولية دلوقتي زمانها مروشة من التليفونات اللي جات لها. واحد وحلف لها انه شاف القط في العراق، والتاني قال لها انه مقبوض عليه. وانا بعون الله بكرة اروح لها بحكاية جديدة خالص. قول لها انه ضحك على بنت من الصعيد وان اهلها عرفوا، انك شاكك يا اما خطفوه يا اما قتلوه رموه في الصحراء. تمام يا باشا، توكل على الله. خد بالك ما عندكش فرصة تغلط، انت شفت بنفسك الغلطة معايا ملهاش علاج. سلام يا باشا. مش هتبطل وساخة صح؟ وساخة ايه؟ انت دخلتي هنا ازاي وعايزة مني ايه؟ عايزة اقتلك عشان اخلص البشرية منك. وتخلصي البشرية مني ليه وحد اشتكى لك؟ استهدي بالله. طيب شاهد على روحك. طبعا انا مش متوضي، انا مش عندي ذنوب كتير، هروح النار والله هروح كده النار. مش هتنضف يا ليسي. مش سيبك من ليسي دلوقتي، انت ما تضيعيش مستقبلك عشان واحد تافه زيي خالص. ما هو التافه ده قاعد بيلعب بمستقبلي. لا لا لا، طيش طيش طيش. وبعدين انت من بسان السلطانية قبل كده. هقتلك وهتتأيد ضد مجهول. ابوس ايدك اديني فوق. طب ابوس ايدك اديني. ابعد. حاضر. خليك ورا. عايز ايه من نديم يا واطي؟ نديم فخري مين؟ ما اعرفش حد اسمه نديم فخري اصلا. انا نسيت نديم فخري ده. نديم اللي انت بتشمشم وراه زي الكلب. زي الكلب؟ اديك قلت زي الكلب. حد يمشي ورا كلب؟ وبعدين نديم فخري ده لو عايز اوصل له يعني، ما انا معايا التليفون وكنت بعت له مسج وحكيت له القصه كلها. عشان غبي وغلبان. والله العظيم انا غلبان. انا لوك 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 بس، لكن افهم ما بعملش حاجه. وانا مش غلبان، كنت مشيت وراك لغايه ما اديتني خازوق. عشان واطي وتستاهل. معلش. طب سامحيني،
والله العظيم انا يعني ومهدي البتاع ده عني. والله انا عامل كل اللي انت عايزاه بس مهدي البتاع ده عني. بهنا تهددني بميه النار. معلش معلش عيل عبيط عيل عبيط هنمشي ورا. هو تسرق تليفوناتي؟ انا مستعد اعمل لك اي حاجه والنبي الا اللي تقتلني والنبي. طب انا هديك فرصه تثبت بيها انك راجل يا مره. ما انا ما انا مره انا مره بس اعمل لك اللي انت عايزاه. والله اعمل لك اللي انت عايزاه. تشيلني وتشيل اختي من دماغي ونديم فخري ده ما تقربش ناحيته. حاضر. ولو عرفت انك بعت حد من طرفك يقول له كلمه كده ولا كده وحياه بنتي لسفرك فوق. لا انا ما بحبش السفر ما بحبش السفر انا ما بحبش السفر. طب خد التقيله روح خالتك. انا رجعت الفيديو تحب اوريه لك؟ لا شفته كتير شفته كتير مش هشوف والله ما هشوف. ورقه طلاق اختي توصل لها؟ لا والله العظيم هبعت لها ورقه الطلاق. طلاق طلاق وحياه بنتي لا شيعك. اعمل كل اللي انت عايزاه. انا هعتبر انك مت يا ليسي بس لو ظهرت في حياتي تاني انا مش هسلم الفيديو للبوليس. لا انا هقتلك بايدي. لا ليسي مات ليسي مات خلاص ليسي مات. انسي ليسي ده بلا في حياتك ولا حياتك ولا اي حد. والله ليسي مات الله يرحمه. كمل نوم. لا انام ايه في حالة دلوقتي؟ نام. انا حاضر. ليسي نام ليسي نام. يا حلو صبح يا حلو طول يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طول يا حلو صبح نهارنا فل ونهارنا فل نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طول يا حلو صبح نهارنا فل ونهارنا فل نهارنا فل يا صباح الفل يا صباح الياسمين يا صباح البنفسي يا صباح الورد البلدي المفتح على اخره يا صباح النعناع. قولي لي يا مريم انت بتحبي النعناع؟ بس تاهت والاناه ولا يهمك ان شاء الله بعد ما تفطري هعمل لك كوبايه شاي بالنعناع اللي هي وبعون الله بعون الله بعون الله كوباية الشاي دي بقى اللي هتسلك لي بزورك وتخليك تنطقي. حكيمانا نفسي قوي نفسي ومنى عيني يا حبيبة قلبي اسمع صوتك. والله نفسي نفسي اسمع اللي جواكي. اكيد اكيد انت مليانة حاجات ومعبية كتير قوي نفسي اسمعها نفسي تشوفك شايلة ايه يا مريم نفسي اشوفك. ايه يا حبيبتي؟ طارق طارق اه موجود يا انا طارق طارق تعالى يا مريم عاوزاك. طنط نادية دي مسكينة نزلت من الفجر عشان خاطر عيونك. ايوه عشان خاطر عيونك انت راحت تجيب لك اللي هتخلي الراجل اللي انت متجوزاه يهدى يجي زحف على ركبه يقول لك طلباتك اوامر. تضحكي؟ هتشوفي هتشوفي اصبري وهتشوفي. مش انا قلت لك هطلقك وحياتك انت لطلقك؟ هيحصل يعني هيحصل. ومش كده بس لا ده انا كمان هجيب لك فلوسك اللي ورثتيها عن المرحومه ابوكي كلها على داي المليم ان شاء الله حتى احبس لك اختك. لو وصل الامر ان انا احبسها احبسها. ومش كده وبس لا ده انا هفضحهالك قدام الراجل اللي ناوي تتجوزه ده وافركش لها الجوازه. ايه رايك؟ افركش لها الجوازه؟ عيني غالي والطلب رخيص ده اسهل حاجه في الدنيا ان انا افركش لها الجوازه. صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا مريم؟ بتعمل ايه ده كله؟ بلبس نازل الشغل. شو يا ابني انت كل ما تشوف خلقيت تقول لي نازل شغل شغل انا نفسي اعرف بتشتغل ايه انت؟ وبعد انت في ايه عاوز تقول ايه؟ احب اسيب لك الشغل ده واقعد لك في البيت. هتقعد جنب امك؟ اه جنب امي. هيبقى عندي اتنين ماما. اتنين ماما. لا يا حبيبي فعلا يا ماما واحده قوي قوي. روح بس انت ما قريتش الجرايد النهارده؟ لا جرايد النهارده فيها ايه؟ النهارده اجازه يا حبيبي. النهارده اجازه؟ ده بأمارة ايه ان شاء الله؟ ده بأمارة ان مريوم عندنا. امال ايه؟ شفت بقى؟ يلا اقعد اقعد يلا يا حبيبتي عادي. يا ابني يا ابني يا ابني خليك جنتلمان اسحب الكورس كده او لا اتفضلي اتفضلي يا مريم. ايوه
ما تعرفش يبقى جنتلمان ابدا. يلا حلو، مد ايدك بالهنا والشفا حبيبتي. يلا هروح انا بعمل لكم الشاي. لا لا يا بنتي، لا والله والله ما انت قايمه. يا سلام ولدك الزعم، اعمل لبنتي حبيبتي نور عينيا من جوه الشاي بايديا. يلا اعمل لك شاي واكلها واكلها، ما تبقاش ايه. حاضر واكلها. حاضر هاكلها. حاضر. يلا حبيبتي خدي خدي الاسطوانه دي اسمعيها وبعدين كليها. يلا واكلها واكلها يا حيله. هاكلها يا حلو الصبح، يا حلو التوم، يا حلو الصبح نهارنا فين. فكرتي في اللي قلت لك عليه امبارح؟ فكرتي في اللي قلت لك عليه امبارح؟ ليه؟ 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 اسمعي كلامي، اقعدي هنا مفيش مشاكل، بس اختك حل اللي بينك وبين اختك، ما تسمعيش كلام حد. شكرا. مريم لو دي ملك لو سمحتي ردي عليها. مريم سكرك. مريم سكرك ايه يا مريم؟ الله مريم الله 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 الله، في ايه انت يا طارق؟ طارق عملت لها ايه؟ قلت لها ايه؟ شقلب كيانها على الصبح. انا لا قلت ولعت. امال ايه اللي حصل لها؟ جات لها مسج على موبايلها قريتها، عملت زي ما انت شفت كده. خش اسالها. مسج مسج يا ترى من مين المسج دي؟ كله تمام سعادتك. مش عايز غلط. دي أول مرة حضرتك تعتمد عليا في حاجة، وهتشوف أنا قدها ولا لأ. فين أميرة؟ مشيت من بدري عشان تجهز الحفلة بالليل، وسابت لسعادتك الظرف ده. طب اتفضل أنت. معتمد عليك. إن شاء الله. أيوه لقيتها؟ طب خليك ورا داليا دي، هتوصلك لمدام رشا. اسمع اللي بقولك عليه من سكات. مع السلامة. نفسك تبدي ايه؟ دكتورة. دكتورة ايه؟ دكتورة اطفال. اشمعنى الاطفال؟ عشان الحاجات التانية ما بحبهاش. ايه الحاجات التانية دي؟ الدكتورات التانية. الدكتورات التانية؟ يعني انت نفسك يبقى عندك مستشفى كده زي عمك مفيد؟ باصي ايه؟ وانت راشقه في اي حاجه، راكبه على اي موتوسيكل؟ يا عم باصي واخبص. خدي. دي بشعة. شفتي بقى؟ خليها عشان. لا والله يا نهار اسود. انت فظيعه. امسك مش عايز. احسن. بقول لك ايه؟ ما تكلمني شويه عن نفسك. اعتبر معاك المايك كده 20 دقيقة. 20 دقيقة؟ ايه كتير؟ انا لو اتكلمت عن نفسي صراحة محتاج مثلا 20 حلقة، محتاج حاجة زي جيم اوف ثرونز كده، مسلسل كبير او ليالي الحلمية كده 4-5 اجزاء كده اقعد اقول بقى. يا سلام، ده انت تلاقي حياتك فاضية، مش محتاجة دقيقتين اصلا. لا والله انت شايفة كده يعني؟ صراحة لا خالص. انت عندك كام سنة؟ يعني في البطاقة ولا في الحياة عادي؟ الفلسفة الأوفر دي ما تخلص.
لا بجد بجد، بصي ركزي كده فكري فيها كده، البني ادم بيبقى ليه سن في البطاقه بس ملوش اي علاقه بالاشاده. يعني انا اللي شفته يديني مثلا 75 سنه بس في البطاقه 35. راح عليا عشان مخي على قد، كنت بدبلر السنه في سنتين وساعات في اربعه. تخيلي انا خريج ايه؟ اي سي. انت خريج اي سي؟ وانا شكلي بيه قوي كده يعني؟ مش قوي بس ما تجيبش اي سي خالص. لا اي سي وكنت ستريت ايز يعني كل حاجه، على امتياز يعني في كل حاجه، وكنت جامد جدا في الجامعه والله، كنت من الناس يعني اللي بغشش العيال كلها. وبعدين ايه اللي حصل؟ ما بقتش اي حاجه، بقيت عادي تمام زي ما انت شايفه كده. هو انت ما بتخرجش من هنا ابدا؟ وبعدين ايه حكايه الموبايل اللي مش معاك دي؟ ده موضوع كبير قوي. طب ما تحكي، ما احنا عندنا وقت يعني قدامك 20 دقيقه. هو انا عارف اقول حاجه؟ انا كل ما اتكلم تنطي بوق. بصي انا ابويا كان في السعوديه. انا ورث. وانت هتحكي لي من اول ابوك؟ شفتي مش هقول خلاص عنك كمل. ابويا كان مقاول كبير قوي في السعوديه، كان بيعمل كل بيوت الامراء والناس الكبيره والتقيله قوي في السعوديه، عمل فلوس كتير قوي. امي جت ضحكت عليه، خدت كل الفلوس وهربت مع واحد واتجوزته. قوم ايه بقى؟ قوم انا كنت الفتره دي داخل يعني لسه في الجامعه وبتاع، وقمت قلت اطلع على امريكا. سافرت وكنت كرهتهم هما الاثنين خالص، ولا طايق ابويا ولا طايق امي، بس كنت عمال اسحب منهم فلوس بشكل عبيط. عامل اتدلع دي شويه اتدلع ده شويه، اقعد اسحب في فلوس وانا في امريكا. لحد ما حصل ايه بقى؟ فجاه ابويا توفى. فجاه في نفس اللحظه سبحان الله، في نفس السنه، امي الراجل ضحك عليها خد كل فلوسها، وفجاه بقيت على حديده خالص بقى، مفيش اي حاجه، من واحد في ماسترز وماس كوميونيكيشن وبتاع لتحت الارض اندر جراوند مفيش. اشتغلت كل حاجه، ويتر، بغسل مواعين، صحون، بنزينه، كل لحد ما اشتغلت مع واحد امريكاني من اصل لبناني. ايه؟ عنده عزبه كده كبيره قوي تكساس، واشتغلت عنده سواق على عربيه نقل. وقعدت تاني ان بضائع وحاجات لحد ما ظهر لي واحد ابن نمره كده اسمر نيجر يعني. والراجل ده كان كارهني جدا مش عارف ليه، وكان بيحط مخدرات، هو اصلا طلع كوك ديلر انا ما كنتش اعرف. كان بيحط بقى مخدرات في العربيه. والله ما اتقبض عليك. انت شفت فيلم ده قبل كده؟ لا ما تقولش ده بجد ده ولا ايه؟ اكيد بجد، ما يعني بنخع. وبعدين؟ مفيش، اتمسكت واتسجنت في امريكا. بقول لك انا شفت امريكا من تحت بقى بجد. وبعدين؟ مفيش بقى، وقفت جنبي بنت مرات الراجل، سبحان الله، ربنا وقفها لي جنبي الصراحه، وقعدت يعني قعدت وانا في السجن تظبطني وبتاع، دفعت لي الكفاله والمحامي والحاجات، وكمان اشتريت لي تذكره طيران وشحنتني على مصر. اوكي. قصة طويلة كانت فعلا عايزة وقت. صح. بصي احنا قعدنا نرغي كتير ونسينا، فين داليا؟ زمانها جاية، ما تستعجلش. طب هاتي مش كانت وحشة دي؟ بقول لك ايه يا ناديه؟ ناديه اسمعيني بقى كويس وركزي معايا، الحوار اللي انت عاوزاه ده مش هينفع بالنهار ابدا ابدا ابدا. من غير ليه؟ الدنيا زحمه هنا قوي والناس رايحه جايه، هيقولوا ايه؟ هيقولوا ايه الراجل اللي بيعمله الراجل المجنون ده؟ هيرشوا بقى على عتبة الباب ليه؟ ايوه طبعا هيقولوا كده. ايه؟ الشيخ وهبه ماله؟
المصامم بتبقى بالنهار؟ طب ويجرى ايه لو رشينا المايه دي بالليل؟ يا ناديه بالليل احسن، الدنيا هتبقى طراوه والمايه هتفضل كتير مش هتنشف بسرعه صدقيني. مصر على كده؟ طيب طيب يا ناديه، طيب روحي انت دلوقتي وانا هكلمك بعدين لما الدنيا تهدى شويه. مع السلامه. انا اتعامل معايا الصح، لا بصراحه انا اتبهدلت يعني حقيقه انا اتبهدلت. انت لو تكون صريح معايا وتقول لي قصه الفيديو ده انا هعرف اساعدك. فيديو ايه يا ابني؟ انا جبت سيره فيديو. امال هي جات لك ليه؟ جات لي لقيتني داخل على الراجل اللي اسمه نديم فخر ده، قالت اما تسكني قبل ما ادخل عليه. طب ليه كده يا معلم؟ ضيعت مني النصابيه ده، انا مزوق. بس يا عم بس خلاص بس بس في ايه يا راجل؟ في البيت انت عبيط ولا ايه؟ اه استبدب، عملت ايه؟ تمام يا استاذ، ركبت لك كالون ست تكات الماني يا استاذ الاصلي. اي خدمه ثانيه يا استاذ؟ ست تكات بحالهم؟ ايوه يا استاذ، وادي المفاتيح كمان اهي. ده زي الفل والله. اي خدمه ثاني؟ طب حسابك كام؟ حسابي ما تخلي علينا المره دي يا استاذ. يلا احسن، اتكل على الله. لا لا لا، انا عايز 450 جنيه يا استاذ. 450 جنيه وانت مركب ايه الكلام ب 450؟ انت بتستعبط؟ هم 250 جنيه مفيش غيرها. هات 200 جنيه، شوف 200 جنيه معاك. تاخد 50؟ خد معيش غيرهم على طول كده مقلبني. 250 من 450 جنيه يا استاذ. خد احمد ربنا انا معاك 250 جنيه. ماشي انا اللي غلطان، اللي جيت لكم هنا. ماشي انا اللي غلطان. والله انا الغلطان اللي اديلك فلوس اصلا. ماشي ده انت حاج. ايه ده؟ ايه ده؟ الراجل ده اللي جابه هنا. الراجل ده اللي جابه هنا. هو انت متاكد ان ده عمها؟ ايوه يا عم متاكد ان هو عمها. بقول لك ايه، اللي شكلهم بيراقبوك وبيدبروا لك حاجه. والله العظيم؟ اه والله. كنت ناقصه ده كمان، تعالى يا عم. غلطة وصلحتها. طيب يا ريت تكون رجعت عن اللي في دماغك وبلاش محاكم وفضايح. في الحقيقة أنا طلقتها. طلقتها؟ أيوة. كان لازم يحصل من زمان. أنا عمري ما حبيتها. ما كانش في بينا أي مشاعر. عشان كده أنا كنت متفق معاها إن إحنا نأجل موضوع الخلفة شوية. لأني كنت متأكد إن في يوم من الأيام هقولها لأ، خلاص مش هينفع نكمل مع بعض. طب وكنت اتجوزتها ليه؟ ولا تكونش بتغزني؟ عشان ارد لك الالم اللي انت اديتهولي. اصرارك على الطلاق كان بيذبحني. عارفه احساس انك تبقي عايزه حد وهو مش عايزك؟ احساس قاتل. طب ما انا كمان يمكن كنت بصلح غلطه. يمكن تكوني هترتكبي غلطه افظع بجوازك من نديم فخري. راجع نفسك يا ملك. ويا ريت تحطي رنا قدامك.
هيحتفلوا بيك. بتتكلم بجد؟ تجوزيني؟ انت مجنون. انت ازاي ما تقوليش؟ انا نديم يعمل فيا كده؟ يا عقلي بلاش جنان. انا همشي. بقولك بلاش جنان، هو كان عايز يعمل لها مفاجأة، ايه المشكلة في كده؟ انا مش عارفة اتنفس. انا مش هقعد. بقولك هو مركز معاكي قوي دلوقتي. نديم عمره ما ركز معايا. ده اللي حصل. من دلوقتي انت تحلمي وانا احقق لك احلامك. انا فعلا حاسه اني بحلم. احلم؟ ايه كل ده؟
سايبيني كل ده قاعده لوحدي ليه يعني؟ عادي بقى بنتحاسب وبتاع. ما يكون ضحك عليك، ده نصاب كبير. خلي بالك كل حاجه كاتباها هنا اهو. لا والله، وانصب على مين دي؟ ما تخافيش على صاحبتك دي، تنصب على 20 واحد زي دي جانجستر. ما تقلقيش فلوسك هرجعها لك على دار مليم، بس ترجع لي فلوس الاول. طب بمناسبه فلوسك بقى، في حاجه مهمه هي مكسوفه تقولها لك، بس انا عايز اقولها لك. مكسوفه؟ دي بتتكسف؟ دي اكبر شرشحه في بلدك، صاحبتي اول واحده علمتني الانحراف. طب خدي ام دي دي. ده ايه ده؟ بص يا رشا، كل واحد هنا لازم يضمن حقه. انا لسه مقضيها دلوقتي على شيكات جوه عشان اضمن حقي عندها، هي كمان لازم تضمن حقها عندك، فبليز امضي الشيكات دي. ماشي امضي. ايه المشكله يعني؟ مش انا؟ فين الانا؟ ينفع امضي بالروح؟ السلام على اللزاز. ولا بالايلاينر؟ لا كده تو ماتش، كده لطافه قوي. بطلي كوميديا وانجزي، بطلعي قلم يا بنتي. خدي هو اني ما بحبش سنه، بس يلا بقى عشان ما كسفكوش. معلش تعالي على نفسك شويه. اديني مضيت لك على الدفتر كله عشان تضمني حق. ميرسي يا حبيبتي. ما ناقصش بقى غير اني اضمن حقي انا وحد يقول لي هشوف بنتي ازاي. ما تلاقيش بقى الموضوع ده خالص، البيت دي محضره لك خطه، انما ايه؟ بيرفكت. دي أحلى مفاجأة حصلت لي في حياتي. لسه مفاجآت كتير. في إيه تاني؟ مخطط لإيه؟ أنت هتشوفي لنفسك. نفسي أدخل جوه دماغك دي عشان أشوف جواها إيه. هيحصل شوية شوية. لا على طول. مرة واحدة كده. سمعتهاش كويس أغنية بالعربي. سمعتي؟ وصلت؟ أنا برضو. لا ولا ما قلناهاش ولا ايه؟ قولها. لا لا مش هقولها. يوه انت هتقرفني بقى. خلاص اقعدي، رايحه فين؟ هقول لك اقعدي. بص يا ستي، البت دي جابت لك صوره طبق الاصل من المحضر اللي نديم فخري بيقول فيه انه ما طلقكيش وانك على ذمته وان كل المكتوب في الجرايد والمجلات مجرد اشاعات. ايه رايك؟ يا صايعه، حلو ده. ولسه اقولها بقى على بقيه الخطه ولا ايه؟ لا لا ما تشغلش بالي بتفاصيل، عشان الموضوع لو فكس انا هزعل، وانا مش عايزه ازعل. لا ما تزعليش الصراحه، احلى حاجه في البت دي انها مديها دماغها اجازه.
وهفضل مديها اجازه لحد ما تقولوا لي ان نديم اتقتل وان كل فلوسه بقت بتاعتي. ما تخافيش على رنا. انت مش طبيعي. عرفت ازاي اني بفكر فيها؟ بكره الصبح هتلاقيها قدامك هي والناني بتاعتها. وقبل ما ندخل اوضتنا النهارده هفرجك على اوضتها. مفيش مخلوق يقدر يمنعك عن بنتك. انا مبسوطه قوي. طيب هتنبسطي اكتر لو قلتلك المفاجاه اللي جايه؟ ايه تاني يا نديم؟ هفرجك كمان على اوضه مريم. بجد؟ طبعا. ميرسي قوي. اهي دي بقى هي المفاجاه الحقيقيه. انا مبسوطه قوي. انا عارف انك ما تقدريش تعيشي من غيرهم. دول روحي وقلبي. خلاص. وزادوا واحد دلوقتي. مين بقى؟ مالكش دعوه. لا ماليش دعوه ازاي؟ نعم. نعم ايه بس؟ نعم ايه؟ ايه في ايه؟ أول مرة تشوفني؟ تعال هنا. حبي. أوي. من صاحبتك دي هتجنن امي. كل شويه في حاله، شويه مجنونه، شويه عقله، شويه مش عارف ايه. ايه قاعدين بتتوتروا؟ ولا اي حاجه، انا عايزك دلوقتي تيجي بس. تعالي 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 اقعدي لي فلي سجاره بعد ما انزل لك والنبي. يلا سجاره ايه يا ابني بالدماغ اللي الواحد عاملها دي؟ تشاو يا حبيبتي. باي. ما اصحاش اصلا من النوم بسبب خطيبتك الجهنميه دي. ما تقلقش خلاص. هات. لا والله ماشي. يلا. هكلمك. ها هكلمك تليفونات. ها يا بنتي الهوفر شغال 24 ساعه. فين الجوبين يا ابني؟ طبعا مش عايزه اخد جوينتات. انا مش عايزه افصل دماغي. انت خدتي سطرين وركبتي القطر وطالعه بقى. ها انا عايز انزل لو سمحتي. بليز لفي جوبين اول ما اخش استحمى والنبي. بليز يلا. زنان قوي. مش وشك هنا تاني. الله في ايه؟ مفيش حاجه يا ملك، كله تمام. انا بره، تصبح على خير. فتحت الباب ليه؟ انا يوسف دي. انا عارفه الراجل ده. الراجل ده اللي كان مع عماد القط. انا فاكراه كويس كده. يبقوا عرفوا مكاني. وقعتيني معاك. الله يخرب بيتك. مين الراجل اللي فكني منه ده؟ انت مال اهلك؟ مين ده؟ احنا لازم نقول لداليا كده يبقوا بيراقبوها. بس هنقولها ازاي دلوقتي وانت معكش موبايل؟ انا مش فاهم يعني ليه. ما تخلصي. اخلصي شويه. اوكي انا هخلص. سؤال واحد وهخلص خالص. هو انا المفروض اقعد هنا ولا المفروض امشي دلوقتي ولا اعمل ايه؟ Thank you.
ملك ألف مبروك. طارق إيه المفاجأة دي؟ ربنا يبارك فيك عقبالك. إن شاء الله. أعرفك ابن عم طارق. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. حلوة أوي المفاجأة دي. ميرسي أنت منور. ميرسي ثانك يو. مساء الخير. بعد إذنكم. اتفضل. اتجوزت؟ اتضح ان المسج اللي جات لها لما كانت قاعده عندنا هنا في البيت وقامت تجري واتلخبطت كانت من نديم فخري بيطلب منها انها تحضر ايفنت مهم. يا ابني انا عارف ده كله، انت هترغي في المرغي ليه؟ اهدى يا فهمي اهدى، هو ذنبه انها اتجوزت؟ كمل يا حبيبي كمل. مفيش يا ستي، وصلنا هناك اكتشفنا ان لا في لا ايفنت ولا حاجه، وده فرح نديم فخري على ملك. با 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 با. طب مريم، مريم فين يا حبيبي؟ ما جبتهاش معاك ليه؟ مريم هتعيش معاهم. نعم؟ هتعيش معاهم يعني ايه؟ هتعيش معاهم. ما ترد يا ابني. الله ما تهدى يا فهمي، ما تهدى. بقولي هتعيش معاهم. طب هو يعمل ايه يعني؟ هيشدها من دماغها ويجيبها لغايه هنا؟ لا، يسيبها لهم، يسيبها لاختها الصالحه وتبقى بصفها، وكل اللي انا عملته ده يهدهولي بثانيه واحده. عارف يا ريت انت هتموتني ناقص عمر. اه والله هتموتني ناقص عمر. الله ما تهدى امال، هو ذنبه ايه؟ ذنبه انه كان لازم يرجع بيها يا ناديه. الله في ايه؟ ايوه يا ابني افهم بقى، حد يبقى في ايده ساعه الماس الماس ويرميها كده ويسيبها ويمشي؟ ها يا ابني دي مفتاح الكنز وفي ايدينا، تسيبه تروح تديل لناس تانية غيرنا؟ حرام عليك حرام عليك يا بابا. طب انت كنت عايز ايه؟ بلا بابا بلا نيلة. بابا ايه ونيلة ايه؟ تعملش حاجة يا حبيبي، خلاص خليك جنب امك. سيبني انا بقى اللي هعمل افكر، بلا بابا بلا نيلة، سيبني افكر هعمل ايه في اللي جاي. ماشي؟ اقعد حيلة جنب امك. النبي دلعي الحيلة على قد ما تقدري يا حيلة ماما، تعالى اقعد جنب ماما. حاضر هقعد جنب ماما اتفضل. اه يعني اه. الراجل ده جراله ايه؟ ماما عندنا اي حاجة تتاكل؟ عشان أنا واقع. تلبسي الشبشب ازاي؟ لا لازم تلبسي حاجة وهنغير وننزلك. مين اللي وحش مامي قوي؟ مين؟ مامي يا حبيبتي كنت هقعد واشوفك. وحشتيني قوي قوي قوي. مبروك ربنا يبارك في حبيبي. ايش كنتي تقولي؟ يا حبيبتي والله ان انا كمان ما كنتش اعرف. مبروك يا روحي. هاي سعدو. هاي هاو ار يو؟ ربنا يبارك فيك يا استاذ جمال. ما قلتليش بقى مين اللي قالك؟ انا اللي قلت لك وفرحت قوي قوي لما عرفت. بقى انت كنت عارفه كل حاجه هتحصل امبارح وما قلتليش؟ لا انا اتفاجئت اول لما جيت. انا اصله اتطلب مني ولا اتصل بيكي ولا اقول لك على اي حاجه. دي كانت اوامر نديم بيه. مفاتيح الفيلا. ده الفيلا دي هتوحشني قوي. انا كمان انت هتوحشني قوي يا روحي. انت استني شوفي اوضتك الجديده. اهلا 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 اوبا. وحشتني وحشتني وحشتني. ازيك يا جمال؟ ازيك يا نهى؟ الله يبارك فيكم. ازيك يا انكل نديم؟ انكل ايه بقى؟ لا انا اسمي نديم بس، بالكتير بابا نديم. اوكي
تيجي نروح نتفرج على اوضتك؟ ممكن نتفرج على اوضتها؟ ممكن نتفرجها على اوضتها. يلا تعالي. نادين بيه. ايوه جمال. لحظه، كنت عايز. لا انا مش عايز يا جمال، قول لها ما تكلمنيش، مش هرد عليها. اعملوا بقى حاجه لوحدكم يا اخي. بقول اعمل كل حاجه بنفسي. ايه ده؟ ده مش معقوله ابدا، دي حاجه مش معقوله. مش معقول كده 6000 واحد ولازم انا اقعد اشتغل انا؟ مش عارف. عايز اجازه بقى. انت عارفه اوضتك دي اول اوضه رتبتها في البيت. ميرسي. لكي انا عايزه كيف موضوع. انت ايه حكايتك بالظبط؟ قولي لي بقى رامي، رجعي بقى وخلصيني بجد. ده انت كانت الفرحه تنط من وشك لما طردته. ايه اللي حصل؟ مش وقت دلوقتي، انت عروسه. عروسه برضو؟ ماشي يا سنجل. ايه رايك؟ شفت السرير معمول ازاي؟ على شكل ملك بالظبط. حلوة؟ ميرسي قوي انكل نادي. انكل تاني؟ احنا قلنا ايه بقى؟ ماشي يا بابا نادي. صح كده، صح. ستي وده بيتك. حلو قوي. واي حاجه تعوزيها تقوليها لي على طول. تقوليها لي، ما تقوليهاش لماما. ماشي. انا اعمل لك الحاجات في ثانيه كده. هاي ريتشو، ايه الاخبار؟ الجو بره عامل ايه؟ امانه مالك، ما تقلقش. عودت عليك على فكره. انا كمان. مفيش امل تخرج من هنا خالص؟ بتهزري صح؟ بعد المصايب اللي حصلت دي كلها اكيد هخرج، اشوف لي اي حاجه تلمني. هبقى اخلي داليا تكلمك وتظبط معاك عشان نتقابل. ماشي. طب يلا عشان اتاخرتي يا داليا. يلا. يعني ايه هربت منك؟ تقب وتغتز وتجيبها من اي حته حالا، فاهم؟ اخبيها. ما قلتيش يا مدام على فين ان شاء الله؟ ان شاء الله. الله، مش عارفه ده بقى اسم حي ولا شارع. بتهزر؟ خليك ماشي لحد ما اوريك، وبقى على جنب كده اقف عشان عايز اركب قدامك، ما بحبش اتكلم. ماشي. صباح وقشطة بالسلامة. داليا 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 داليا، ازيك؟ ايه الاخبار؟ جبتي الحاجة ولا ما جبتيهاش؟ قولي لي انك جبتي الحاجة، عشان لو ما جبتيهاش انا هتضايق قوي 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 على فكرة. دقيقة واحدة بس هخش الحمام مرة. استنى. ما اقول لك هخش الحمام وانا هكوت. قول لي الأول، انت عارف ان صاحبتك اتجوزت نادين فخري؟ اه عرفت. عرفت ليه بتفكريني؟ ها ليه بتفكريني؟ انا بصراحه المود بتاعي زي الزفت من ساعه ما عرفت. وعلى فكره صاحبتي دي اللي في الايجنسي بتقول ان هي عايزاني ارجع الشغل، هعمل ايه انا دلوقتي؟ ممكن تسيبي ايدي عشان اخش الحمام؟ صح
احمدك زي ما بوظت لي كل المشاريع اللي في دماغي. ايوه ما انا بوظت لي المشاريع اللي في دماغي انا كمان على فكره، مش انت بس. بعد اذنك. المشاريع الكبيرة دي عايزة كل الناس تساعد فيها، إيد واحدة ما تنفعش.